مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة عاصفة الخيال. إليكم أغرب 5 صور ظهرت على خرائط جوجل. في المركز الأول، بحيرة الدم الأحمر خارج مدينة الصدر في العراق. حصلت هذه الصورة على عدد كبير من التكهنات عندما تم ملاحظتها في عام 2007، لكن رغم وجود الكثير من التفسيرات لهذه البحيرة، إلا أن التفسير الأرجح هو أن لونها الأحمر ظهر بسبب مياه الصرف الصحي الملوثة وفقا لصحيفة التايمز. في المركز الثاني، منذ وقت ليس ببعيد تواصل خوسيه باريرا من سان فرانسيسكو مع جوجل لكي يتم إزالة صورة جثة ابنه كيفن من خرائط جوجل. هذا الصبي أصيب بعيار ناري في عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما. في المركز الثالث، هذه الصورة تبدو وكأنها من أحد أفلام الأكشن، لكنها في الواقع مشهد حقيقي، إذ أن سيارة جوجل التقطت هذه الصورة لهذا الرجل الذي يحمل سلاحا ويتجه مباشرة نحو السيارة، لكن لا أحد يعلم ما الذي حصل بعدها. في المركز الرابع، ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند مشاهدة هذه الصورة للوهلة الأولى؟ رجلان يقومان بسحب جثة تسيل منها الدماء لرميها في البحيرة، أليس كذلك؟ الكثير ظنوا بأن هذا أثر دماء، لكنه في الواقع كان أثر مسيرة كلب مبلل. في المركز الخامس، صورة لعصابة ديترويت الأمريكية، ويظهر فيها مجموعة من الشباب يحملون أسلحة مقابل سيارة جوجل المارة في الطريق. الشيء المقلق هو أنه في نفس الشارع بعد أسبوعين وجدت جثة طفل مقتول يبلغ العمر 17 شهرا. وهذه بعض الصور الأخرى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.